السلام عليكم. عليكم السلام. نبدأ إن شاء الله طلاب محاضرة اليوم. نحن تكلمنا بالمحاضرة الماضية والمحاضرة اللي قبلها عن الترانسميشن ميديا، أخذنا كل التفاصيل الخاصة بالترانسميشن ميديا، الجايدد ميديا والانجايدد ميديا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الديفايسز، الكونكتنج ديفايسز، الأجهزة اللي راح تكون مسؤولة عن ربط الأجهزة داخل الشبكة. مثل ما تعرفون احنا الشبكة مالتنا تتكون من مجموعة من الأجهزة مثل الحاسبات، الكاميرات، الموبايل. هاي الأجهزة اللي راح ترتبط بالشبكة، من المسؤول عن ربط هذه الأجهزة مع بعض؟ هاي راح نسميها احنا الكونكتنج ديفايسز، وراح نتكلم بالتفاصيل اللي تخص هذه الأجهزة. فبداية الكونكتنج ديفايسز راح نقسمها إلى قسمين، القسم الأول يسمى بالنيتوركينج ديفايسز، والقسم الثاني يسمى بالإنترنت وركينج ديفايسز. راح نشوف أنه إيش الفرق بين هذين النوعين. أنه النيتوركينج ديفايسز هذه راح تكون مسؤولة عن ربط الأجهزة ضمن الشبكة الواحدة. يعني مثلا أنا كان لدي بناية تتكون داخلها أكو عندي 10 حاسبات في مثلا داخل المختبر، أريد أربطها مع بعض، راح أجيب جهاز من نوع نيتوركينج ديفايسز مثل الهاب أو السويتش وأربط هذه الأجهزة مع بعض. هذا الجهاز نسمينه نيتوركينج ديفايسز. من الأمثلة على النيتوركينج ديفايسز عندنا الريبيترز، الهابس، البريدج، السويتش، هذه هي تعتبر من النيتوركينج ديفايسز. ورا نحن نأتي إلى تفاصيل كل واحدة من هذه الديفايسز، راح نعرف ما هي الوظيفة اللي تقوم بها كل ديفايس من هذه الديفايسز، وراح ناخذ كافة التفاصيل من خلال محاضرتنا لهذا اليوم. النوع الثاني من الديفايسز هو الانترنت وركينج ديفايسز. من اسمه الانترنت وركينج ديفايسز، هذه ستكون مسؤولة عن ربط شبكة مع شبكة أخرى. يعني مثلا كان لدينا شبكة تحتوي على عدد من الأجهزة، ولدينا شبكة أخرى أيضا بها مجموعة من الأجهزة، نريد نربط هذه الشبكتين مع بعض، كل شبكة منفصلة عن بعض، إذا نحتاج أنه نربطهم لازم نستخدم إنترنت وركينج ديفايس. من الأمثلة على هذه الأجهزة هي الراوترز والجيتويز. فنحن ذكرنا سابقا نحن حد نربط شبكة مع شبكة نحتاج إلى راوتر. الراوتر يعتبر من النوع الإنترنت وركينج ديفايسز. راح نلاحظ من خلال تعاملنا مع هذه الكونكتنج ديفايسز انه كل ديفايس راح يتعامل مع مستوى معين من اللايرز، فهنالك اجهزه راح تتعامل فقط مع الفيزيكال لاير، هنالك اجهزه راح تتعامل مع الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير، وهنالك اجهزه اخرى تتعامل مع الفيزيكال والداتا لينك والنيتورك لاير. فكل ما يكون هذا الجهاز يعني يتعامل مع عدد أكبر من اللايرز، معناته هذا راح يقدم لي وظائف أكثر، وراح نشوف أنه عندنا بعض الأجهزة اللي راح تتعامل مع كل هذه اللايرز السبعة، من الفيزيكال لاير وصولا إلى الأبليكيشن لاير، مثل الجيتوي أو مثل الحاسبة. حاليا نحن الحاسبة مالتنا ممكن أنه تشتغل ضمن هذه اللايرز السبعة. فرحنا نحن نتعرف عن كل واحدة من هذه الأجهزة ونشوف أنه هذا الجهاز راح يتعامل مع أي لاير. طبعا هنا في هذا المخطط وموضح عندنا، يعني الهب والريبيتر يتعاملون مع الفيزيكال لاير، البريدج والسويتش يتعاملون مع الفيزيكال والداتا لينك لاير، الراوتر راح يتعامل مع الفيزيكال والداتا لينك والنيتورك لاير، أما الجيت واي فراح يتعامل مع كل هذه اللايرز. الآن راح نبدأ مع الديفايس الأول اللي هو الريبيتر، اللي هو يعتبر من النيتوركينج ديفايسز. هذا الريبيتر هو راح يشتغل في الفيزيكال لاير فقط، acts on the physical layer.
بما انه راح يعني يشتغل في الفيزيكال لاير، فهو راح يتعامل مع البيتس فقط، ما راح يقدر يصل الى مستوى الفريم او التكت، لانه راح يتعامل فقط مع الفيزيكال لاير. فتعامله مع البيتس راح يصل له بتات مثل 0101، هذه البتات تصل الى هذا الجهاز. هذا الجهاز وظيفته راح يستلم هذه البيتس ويعمل ريجنريت لهذه البيتس، يعيد توليد هذه البيتس 0 وال1، ثم بعد ذلك راح يرسل هذه البيتس الى كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي اتى منه هذا البيت. هذه وظيفه الريبيتر. فاذا من اسمه هو ريبيتر، وراح يعمل ريجنريشن للبيتس ويرسلها الى البورتس ما عدا البورت اللي اتت منه. استخدام الريبيترز ممكن يستخدم في شبكات اللان لربط الـ connect cable segments and extend the maximum cable length. احنا مثل ما ذكرنا انه دائما الـ cable length عندنا بينه محددات، لانه هنالك standards، فما نقدر انه احنا نصمم شبكة والـ cable length يكون اكثر من الستاندرد المقرر، لانه راح يصير عندي توهين كبير للإشارة. فبهالحالة هذه إذا كان عندنا مسافة طويلة وكانت هي المسافة أكبر من الستاندرد المسموح به، راح نستخدم ريبيتر بالطريق حتى نعيد توليد الإشارة ونرسلها مرة ثانية إلى أن نصل إلى نهاية الشبكة. فإذا الريبيتر هو راح يعمل extension، راح يعمل توسيع للجيوغرافيكال لاند رينج للمسافة اللي راح تغطيها شبكات اللان. لو ناخذ أمثلة على هاي الستاندردز اللي عم نتكلم عنها، لدينا مثلا الستاندرد اللي هو الإيثرنت 10 بيس 5، هذا نسمينه 10 بيس 5. هذا هو عبارة عن الستاندرد يستخدم الإيثرنت كبروتوكول، والعشرة تعني لي معدل نقل البيانات هي 10 ميجا بت بير سكند. البيس تعني لي البيس باند، نوع السيجنال بيس باند، والفايف اللي هي الماكسيمم رينج لهذا الستاندرد. طبعا هذا الستاندرد يستخدم الكوكسيال كيبل، فبالامكان انه نمد هذه الشبكه بهذا الكوكسيال كيبل الى ماكسيمم لينك مقداره 500 متر. هون يعطينا في المثال لو كان لدينا شبكه ونحتاج الى كيبل لينك بطول 2500 متر، هسه راح نعالج هذه المشكله. هنا راح نستخدم 4 ريبيترز. بعد اول 500 متر نخلي ريبيتر يعيد توليد الاشاره، ثم بعد ذلك نمشي الاشاره لمسافه 500 متر، ومن ثم ريبيتر ثاني وريبيتر ثالث وريبيتر رابع. راح نشوف انه عملنا اكستنشن المسافه الى حد 2500 متر. هناك ستاندرد اخر اللي هو الايثرنت 10 بيس 2، هذا ايضا ينقل لي الاشاره ب 10 ميجا بت بير سكند، ونوع الاشاره بيس باند. هنا الماكسيمم رينج يكون 185 متر. طبعا هذا من نوع نسميه نحن الثن، يستخدم الثن كوكسيال كيبل، بينما النوع الاول هو يستخدم الثيك كوكسيال كيبل. ولهذا نشوف بالنوع الثاني الستاندرد الثاني المسافه تكون اقل، لانه سمك النحاس الكوكسيال كيبل هو من نوع ثن اقل من النوع الاول. فهنا حتى نعمل اكستنشن الكيبل الى حد 925 متر راح نحتاج الى 4 ريبيترز، بينما بالستاندرد الاول الفور ريبيترز ممكن انه تعمل اكستنشن الى حد 2500 متر، وهي راح تعتمد على نوع الستاندرد. في حال لو كان عندنا يو تي بي، منو يتذكر ايش قد الماكسيمم ديستنس لليو تي بي كيبل؟ تقريبا 100. نعم 100 متر. اليو تي بي الماكسيمم رينج 100 متر. عندنا هذا الايثرنت 10 بيس 5، هذا نسميه احنا يستخدم الكوكسيال كيبل ثيك الى حد 500 متر، وعندنا الايثرنت 10 بيس 2 هذا الى حد 185 متر.
الريبيتر does قد do not implement any access method. طبعا احنا الريبيتر راح نشوف انه بعض الاجهزه راح يكون لديها خاصيه عمل كنترولينج لوضع الداتا على الميديا. انت مثل ما تعرفون احنا عندنا مجموعه من الاجهزه كلها تشارك بنفس الوسط الناقل، فعمليه ارسال البيانات وعمليه وضع الداتا على الميديا تحتاج الى نوع من الكنترولينج. هذا الكنترولينج نسميه الاكسس ميثود. انه مثل ما نحن نتصور اكو عندنا شوارع وعندنا سيارات كثيره تمشي بالشوارع، فاذا ما كان اكو قوانين مروريه راح يحصل تصادمات ويكون فوضى. فنفس الحاله بالنسبه للشبكات، لدينا مجموعه كبيره من الاجهزه تنقل بياناتها ضمن وسط ناقل هو الشيرنج بين الكل. فبعض الاجهزه لديها القدره على تنظيم وضع الداتا على الميديا، نسميها نحن هاي الطرق نسميها الاكسس ميثود. فالريبيتر ما ينطيني هاي الخاصيه، مباشره يستلم الداتا يرجع يرسلها بعد ما يعمل له ريجنريشن يرسلها الى بقيه البورتس. طيب اذا كان هنالك جهاز اخر ايضا يرسل بياناته وهذا الريبيتر ارسل البيانات على نفس الميديا، ايش راح يحصل؟ عندنا ما يسمى بالكوليجن. مثل ما كانه عندي سيارتين يمشون باتجاه كل وحده منهم بالاتجاه وراح يصدمون الواحده منهم بالاخرى، لانه عندنا سياره تمشي عكس الاتجاه. فنفس الحاله بالنسبه للشبكات، اذا كان عندي تو ديفايسز يرسلون بياناتهم بنفس الوقت، وهذا الوسط اللي ينقل البيانات هو كان شيرنج بين هاي الاجهزه، راح يحصل عندنا ما يسمى بالكوليجن، يعني تصادم لهذه البيانات. هذا الفيجر راح يوضح لنا عمل الريبيتر. راح نشوف انه لدينا حاسبتين مربوطين مع بعض عن طريق تو سيجمنتس، الحاسبه الاولى على سيجمنت 1 والحاسبه الثانيه على سيجمنت 2. فنلاحظ انه لدينا الريبيتر هو اللي راح يربط هاي الحاسبتين مع بعض. فاذا نجي نلاحظ الحاسبه الاولى اللايرز، السهم يصعد الى اللاير 5، هذا بالتسيب اي بي مودا. راح نشوف انه هاي الحاسبه تتعامل مع كل هذه اللايرز، فمن ترسل بياناتها عن طريق الكوكسيال كيبل تصل الى الريبيتر. راح نلاحظ انه الريبيتر فقط راح يتعامل مع لاير 1، بالرسم موجود في اعلى الريبيتر عندنا فقط لاير 1، راح يعمل ريجنريشن ويرسلها الى سيجمنت 2 فتصل الى الحاسبه الثانيه. هذه البيانات بعد ما مرت عبر هذا الريبيتر. اكو حد عنده سؤال الى حد هون طلع؟ طبعا اتجاه نقل البيانات في الريبيتر ممكن تكون رايت تو ليفت ترانسميشن، وممكن يكون عندي ليفت تو رايت ترانسميشن. فهو راح يكون الريبيتر اذا كان يحتوي على هذه التو بورتس، فراح يكون واحده من هذه البورتس هو انبوت والبورت الثاني هو اوتبوت، فتدخل البيانات. اذا نلاحظ شكل البيانات من تدخل الى الريبيتر كان حصل بها نوع من الضعف لهذه البتس، فالريبيتر راح يعيد توليدها فتظهر عندنا بالشكل على شكل الون، يظهر على شكل بلس سيجنال. فهنا راح يحصل ريجنريشن لهذه البتس بعد ما مرت عبر هذا الريبيتر. الان ننتقل الى الديفايس الاخر اللي هو الهاب. الهاب ايضا حال الريبيتر راح يشتغل بالفيزيكال لاير فقط، وراح يتعامل فقط مع البتس. والهاب يسمى بالمالتي بورت ريبيتر. ايش معنات مالتي بورت ريبيتر؟ اكو احد عنده فكره عن ليش سمي بالمالتي بورت ريبيتر؟ ممكن الاشاره على السيجنال تجي من بورت واحد بس تغذي اكثر من بورت. نعم، يعني الريبيتر هو يحتوي فقط على تو بورتس، بورت تدخل بين البيانات وبورت الاخر تخرج منه البيانات. بينما الهاب لا، ممكن يحتوي على فور بورتس،
8 بورت 16 بورت، وموجود عندنا بالسوق حاليا. اذا نروح نشتري هب راسة البائع راح يقول لنا كم بورت تريد الهب، ممكن اكو 4 8 16 32 وحسب احنا حاجتنا لهذا الهب. فاذا كان هو ريبيتر، بس هذا الريبيتر يحتوي على اكثر من 2 بورت، ولهذا سمي بالمالتي بورت ريبيتر. استخدام الهب دائما نستخدمه مع الستار توبولوجي. نحن تذكرون من اخذنا الستار توبولوجي، قلنا اكو عندنا سنترال ديفايس، ديفايس مركزي، وهو راح يربط كل الاجهزه عن طريق هذا الديفايس. هنا الهب راح يكون استخدامه بالستار توبولوجي، ودائما يستخدم مع الهب نستخدم التويستنج بير كيبل اللي هو اليو تي بي او الاس تي بي. بينما من تكلمنا عن الريبيتر، الريبيتر دائما يستخدم مع الكوكسيال كيبل. فالهب راح يستخدم 2 بيرز من تويستد بير، احنا قلنا عندنا 4 بيرز، اثنين منهم مستخدمين واثنين ما مستخدمين. الهب راح يستخدم 2 بيرز، واحد منهم يستخدمه للترانسميشن والاخر يستخدمه للريسيفنج. عمل الهب راح يكون هو الهب راح تصل له البيانات من واحد من البورتس لهذا الهب. هذا الهب ايش راح يعمل؟ راح يرسل هذه البيتس اللي استلمها من واحد من البورتات لهذا الهب، يرسلها الى كل البورتس البقيه ما عدا البورت اللي اتت منه هذه البيانات. ايضا هو راح يتعامل فقط مع البيتس. وهنا ايضا الهب ما راح يعمل اي اكسس ميثود، يعني ما راح يعمل كنترولينج لوضع هذه البيانات على الميديا. هنا ايضا ممكن انه يحصل عندنا كولجن. ايضا الهاب ما راح يعمل عمليه الفلترينج. المقصود بالفلترينج يعني مثلا انا كان عندي هاب يتكون من 4 بورتات، كان عندي بيانات من بورت رقم 1 اريد اوصلها مثلا الى حاسبه على بورت رقم 4. الهاب من راح يستلم هذه البيانات؟ ايش راح يعمل؟ راح يرسل هذه البيانات الى بورت 2 و3 و4 بدون ما يعمل عمليه الفلترنج. فالبورت رقم 2 والبورت رقم 3 نحن ما نريد نمرر لهم هذه البيانات، لكن الهاب هو وظيفته انه يستلم من بورت ويمرر الى كل البورتس البقيه ما عدا البورت اللي اتت منه هذه البيانات. فهنا نقول انه الهاب ما راح يقوم بعمليه الفلترنج، لانه هو فقط يتعامل مع هذه البيتس، يتعامل فقط مع الفيزيكال لاير، فما يقدر يعمل فلترنج، ما يقدر يعرف احنا هاي البيانات اللي من احنا نريد نوجهها. فاقول انه هذا الهاب هو ما راح يقوم بعمليه الفلترنج. فاذا راح يعمل فورورد الفريم الى كل البورتس ما عدا البورت الذي اتت منه هذه البيانات. اكو سؤال الى حد هون طلاب؟ والله استاذ الان نجي الى مصطلح كلش مهم اللي هو الكوليجن دومين، وعندنا البرودكاست دومين. الهاب راح يكون ما يسمى بالسنجل كوليجن دومين وسنجل برودكاست دومين. هذه يعني كلش مهمه لازم تفهموها، ما هو المقصود بالكوليجن دومين وهو ما هو المقصود بالبرودكاست دومين. ناتي اولا الى الكوليجن دومين. الكوليجن دومين احنا مثل ما ذكرنا تعريف الكوليجن، قلنا اذا جهازين ارسلوا البيانات مالتهم بنفس الوقت راح يحصل عندنا كوليجن. الكوليجن شنو يحصل؟ انه هاي البيانات راح تتصادم مع بعض. نتيجه تصادم هذه البيانات راح تولد عندي بيانات عشوائيه تعتبر كانها مثل النويز. هذه البيانات العشوائيه راح تنتشر عبر الشبكه. انتشار هذه البيانات اللي هي تولدت نتيجة الكوليجن إلى حد وين راح تصل هذه البيانات؟ فالمنطقة اللي راح تنتشر بها هذه البيانات نتيجة الكوليجن نسميها بالكوليجن دومين. فمن يتولد عندي كوليجن راح نشوف هذا الكوليجن وين راح ينتشر؟ على مستوى مثلا يعني إذا كان عندي هاب يتكون من 4 بورتات، يتكون كوليجن مثلا بين بورت رقم 1 و2، هل راح ينتشر الى البورت رقم 3 و4؟ فاذا انتشر الى كل هذه البورت نقول انه كل هذه تعتبر كوليجن دومين،
واحد. فالهاب اذا حصل بينه كوليجن في واحده من البورتس مالته راح ينتقل الى كل البورتس البقيه، ولهذا راح نقول انه هو يعتبر سنجل كوليجن دومين. يعني هذا الكوليجن راح ينتقل الى كل البورتس، الى كل الاجهزه المرتبطه بهذا الهاب. هذا فيما يخص الكوليجن دومين. البرودكاست دومين، تعريف البرودكاست هو نحن بعض الاحيان نحتاج انه عندنا رساله اريد ان نوصل هذه الرساله الى كل الاجهزه اللي موجوده بالشبكه. فحتى تصل هذه الرساله الى كل الاجهزه راح نستخدم نوع الديستنيشن ادريس، نسميه من نوع برودكاست، يعني انه كل جهاز تصل هذه الرساله راح يستلمها، يعتبر نفسه انه هذه الرساله مخصصه له. ما كان انه نحن عندنا في التعميم نريد العموم على كل الاشخاص، على كل الناس اللي موجودين مثلا، او على كل الايميلات اللي نبعث ايميل عام على كل الايميلات الموجودين مثلا، المستخدمين الموجودين ضمن هذا الدومين. فنفس الحاله اذا كان عندي رساله اريد اوصلها او اي يعني اي بيانات اريد اوصلها الى كل الاجهزه، راح اخلي اسمي هذه البيانات هي برودكاست. فاذا ارسلت، اذا مثلا بالهاب عندي واحده من البورتات مربوطه بينه حاسبه، هذه الحاسبه ارسلت برودكاست. ايش قد راح ينتقل هذا البرودكاست؟ هل راح ينتقل مثلا الى بورت 2 و 3 و 4؟ الدومين اللي راح ينتقل بينه هذا البرودكاست نسميه نحن البرودكاست دومين. فالهاب راح يعتبر سنجل برودكاست دومين، يعني انه اذا جهاز مربوط بالهاب ارسل البرودكاست راح يصل الى كل الاجهزه اللي مربوطه بهذا الهاب، ولهذا راح يعتبر سنجل برودكاست دومين. هذا هو المقصود بالكوليجن دومين وبالبرودكاست دومين. مفهومه هذه طلاب الكوليجن والبرودكاست دومين؟ لانه هذا كلش مهم. نعم، يعني راح يجيكم اسئله نهايه المحاضره، تجينا مجموعه من الفيجرز تتكون من مجموعه من الاجهزه، وراح اسالكم اقول لكم هذه من كم كوليجن تتكون، من كم برودكاست. فنحن من راح نشوف انه اكو عندنا هب، راح نعتبر انه كل البورتس اللي مرتبطه بهذا الهب نعتبرها كلها هي عباره عن برودكاست دومين واحد وكوليجن دومين واحد. من استخدامات الهاب ايضا احنا ممكن انه نعمل اكستنشن للنتورك لينك. يعني مثلا كان عندي شبكتين، والشبكه الاولى تتكون من مجموعه من الاجهزه راح اربطها بهاب، والشبكه الثانيه ايضا تتكون من مجموعه من الاجهزه ترتبط بهاب. اطيق اجيب مثلا هاب ثالث اربط بين الهاب الاول مع الهاب الثاني. فممكن نعمل اكستنشن للنتورك لينك عن طريق الهاب. استاذ؟ نعم تفضل. استاذ هوني، يعني من راح نعمل اكثر من يعني نتورك باستخدام الهاب متصلين مباشره؟ احنا ذكرنا احد العيوب انه لو اريد ادرس بيانات من ديوان، يعني من الاول على حاسبه معينه، هوني كل الشبكه يعني حتى بالهاب الثاني والثالث كذلك راح تصل من نفس المعلومات. بالضبط. اشقد راح تتوسع عندي الشبكه؟ اشقد المعلومات راح يصير بها فوروردينج وحيولد لي، يعني هسه راح نشوف بالضبط، يعني راح يصير عندي يعني مثل ما فلودنج على الشبكه، راح يصير عندي بيانات كثيره ترافيك راح ينتقل بالشبكه. وانا يجوز مثلا عندي يعني مثلا لو كان عندنا 3 هابس كل واحد بينه 16 بورت، واريد انا حاسبه على بورت معينه تريد ترسل بيانات الى بورت اخر، راح تنتشر هذه الى كل هذه البورتس ال 16 بورت ثلاثه، فراح يكون عندي ترافيك جدا عالي. ولهذا راح نجي انه الهاب اصبح يعني في وقتنا الحالي شبكات الستار بعد ما تستخدم الهاب. راح نجي نشوف انه من راح نتكلم عن السويتش، راح نشوف انه السويتش عالج هذا الامر، فاصبحت حاليا شبكات الستار توبولوجي كلها تشتغل بالسويتش وليس بالهاب. حتى تخلص لانه الهاب يعني راح يقلل من البرفورمانس للشبكه مالتنا. يعني حتى يعتبروها غير امنه. طبعا لانه البيانات ممكن اذا واحد منهم هو عباره عن هاكر راح ياخذ هذه البيانات وممكن يفتحها ويعني يغير بهذه الداتا. فبالضبط من ناحيه السكيورتي يعتبر يعني الهاب هو ريسك، نسميه نحن ريسك ديفايس،
فراح نشوف انه حاليا تم استخدام السويتش بدل الهاب، لانه راح نشوف انه السويتش راح يقوم بتقسيم الكوليجن ويمنع انتقال هذه الداتا الى بقيه البورتس. الستاندرد اللي يستخدم بالهاب او السويتش عندنا هذا ال 10 بيس تي، هذا الستاندرد اللي هو يعني ينقل البيانات ب 10 ميجا بت بير سكند، ونوع الاشاره هي بيس باند، والتي اللي هي مختصر للتويستد بير، يستخدم هون الهاب دائما يستخدم مع التويستد بير. عندنا الستاندرد الاخر اللي هو 100 بيس تي، هذول الاثنين يعني يكون الماكسيموم لينث لهم هو 100 متر، لانه بكل الستاندرين هم يستخدمون التويستد بير، لكن الستاندرد الاول ينقل ب 10 ميجا بت بير سكند، بينما الستاندرد الثاني ينقل ب 100 ميجا بت بير سكند. فاذا هون لو كان عندي انا تو ديفايسز مرتبطين بهاب، راح يكون عندي الماكسيموم لينث هي بين تو نودز تكون 200 متر، انه من الجهاز الاول الى الهاب 100 متر، بعدين من الهاب الى الجهاز الثاني 100 متر، فيكون المسافه الكليه هي 200 متر. واضحه طلاب هذه؟ اكو حد عنده سؤال؟ الان حتى تتوضح اكثر فكره الهاب، راح نشوف انه هذا الفيجر اللي عندنا بالاعلى، اذا تلاحظون البورت اللي هو بالرمز F، هذا البورت استلم بيانات، هذه البيانات كانت مخصصه للبورت C. فاللي نلاحظه في هذا الهاب، اللي الهاب ايش عمل؟ عمل فورورد الى كل البورتس البقيه ما عدا البورت اللي هو F. فاذا هو عمل فورورد لهذه البيانات الى كل البورتس ما عدا البورت اللي فاتت منهم. والشكل اللي بالاسفل هون ايضا يعني نفس التوضيح، راح نشوف انه هاي الحاسبه الاولى اللي بها هاي النقطه الحمراء ارسلت البيانات، هذه البيانات وصلت الى كل الاجهزه البقيه، وقد تكون هي مخصصه لجهاز واحد فقط، ولهذا راح نقول عنه هو سنجل برودكاست دومين وسنجل كوليجن دومين. مثل ما ذكرنا ايضا انه الهاب ممكن يستخدم كباك بون حتى يربط شبكات اللان مع بعض، نفس المثال اللي تكلمنا عنه، انه كان عندي هاب مربوطه بينه حاسبات وهاب ثاني مربوطه بينه حاسبات، راح استخدم هاب ثالث حتى يربط الهاب الاول مع الهاب الثاني. فاذا فوائد الهاب انه راح يعمل اكستنشن للديستنس، والمساوئ الهاب مثل ما قلنا انه راح تكون كل البارتس هي ضمن سنجل كولجن دومين وسنجل برودكاست دومين، فراح تقلل من اداء الشبكه، مثل ما تكلم زميلكم حكم انه اذا حصل كولجن في واحده من البورتات راح ينتشر الى كل البورتات، وهنا راح يحصل عندي تقليل للبرفورمانس، لانه راح يتولد ترافيك جدا عالي في الشبكه. هسه حاليا في هذا الفيجر اللي موجود امامنا ممكن نقول كم كولجن دومين عندنا هنا وكم برودكاست دومين. منو يقدر يجاوبني؟ عندنا 3 هابس، وكل هاب اكو بينه 3 بورتات، الهاب الاول والثاني والهاب الثالث يربط هذول 2 هابس، كم كولجن دومين؟ استاذ احنا قلنا كل هاب تعتبر واحد كولجن. فإذا تولد كوليجن مثلا بالهب الأول بالحاسبة الأولى، وين راح ينتقل هذا الكوليجن؟ راح ينتقل على كل الشبكة أستاذ. على كل الشبكة بالضبط، فإذا راح نقول أن كل هذه الشبكة عبارة عن إيش؟ عبارة عن كوليجن دومين واحد. نقول هاي كلها هي سنجل كوليجن دومين. وإذا واحدة من هذه الحاسبات أرسلت برودكاست، أيضا راح ينتقل إلى كل الأجهزة اللي موجودة بهذه الشبكة، فنقول أنها هي برودكاست دومين واحد فقط. لانه تنتقل الى كل الشبكه. فاذا هذه الشبكه هي عباره عن سنجل برودكاست دومين سنجل كوليجن دومين. بس راح نجي ناخذ امثله بعد حتى تتوضح اكثر بشكل اكثر. الان راح ننتقل الى الديفايس الاخر اللي هو البريدج او السويتش. الشيء اللي راح نتكلم عنه عن يعني البريدج هو نفسه راح ينطبق على السويتش، فاثنينهم هي نفس يعتبرون نفس الديفايس.
الفرق بيناتهم انه البريدج يتكون من 2 بورتس، بينما السويتش ممكن يتكون من 4 بورتس، ممكن يتكون من 8 بورتات 16 بورت. فراح يكون نفس الكلام بالنسبه للبريدج وبالنسبه للسويتش. فراح نلاحظ انه البريدج او السويتش راح يتعاملون مع الداتا لينك لاير، ومن راح يتعامل مع الداتا لينك لاير معناته راح يتعامل مع الماك ادريس، فاذا هذا راح يكون مستوانه اعلى من الهاب، لان الهاب فقط يتعامل مع الفيزيكال لاير. فهنا راح يتعامل مع الفريمز لانه راح يتعامل مع الداتا لينك لاير. ايضا يستخدم لتو ديفايد سيجمنت، يعمل سيجمنتيشن ذا لان انتو سمولر لان سيجمنتس. راح نشوف انه اذا كان عندنا شبكه لان كبيره ممكن احنا نعمل سيجمنتيشن لهذه الشبكه باستخدام البريدج او السويتش. Each LAN segment is a separate collision domain. هنا الميزة اللي موجودة بالسويتش أو بالبريدج أنه كل بورت من هذه البورتات من السويتش أو من البريدج راح تكون عبارة عن collision domain لوحده، وعبارة عن يعني أنه إذا حصل collision في واحدة من البورتات للسويتش هذا الكوليجن ما راح ينتقل إلى البورت الآخر، راح يبقى ضمن هذا البورت اللي حصل بين الكوليجن. فاذا كل بورت من السويتش راح يكون هو عباره عن كوليجن دومين. فهنا خلصنا من مشاكل كثيره وزيدنا من اداء الشبكه من استخدمنا هذا، شلنا الهاب وخلينا مكانه سويتش. ايضا السويتش بما انه يتعامل مع الداتا لينك لاير يتعامل مع الماك ادريس، فاذا هنا راح يقوم بعمليه الفلترنج. من تجي بيانات من احد البورتات السويتش الاشهر هيعمل راح يجي يفتح هذه البيانات يشوف الديستنيشن ماك ادريس وين موجهه عن طريق تيبل موجود عنده يسمى بالفوروردنج تيبل. راح يشوف انه هذا الماك ادريس مربوط على اي بورت، راح يعمل على تمرير هذه البيانات فقط الى البورت اللي نحتاج نحن نوصل له هذه البيانات. فهنا راح يحصل عمليه الفلترنج، بينما بالهب ما كان عندنا هذه الميزه. فهون من راح تجيني بيانات على واحده من البورتات من السويتش، السويتش ايش راح يعمل؟ راح يجي يشيك بالفوروردنج تيبل، هذا التيبل الموجود امامنا راح يكون بينه الادريس، يكون بينه عنوان الانترفيس اللي مرتبط بينه هذا العنوان، هذا العنوان والوقت اللي تعرف عليه هذا السويتش، يعني باي وقت تعرف على هذا الادريس. فراح يشيك هل موجود عنده بالتيبل او ما موجود، اذا كان موجود راح يعمل له فورورد الى البورت اللي مرتبط بينه هذا الادريس. إذا ما كان موجود راح يعمل دروب، يهمل هذا هذا الفريم، لأنه يعتبر أنه هذا يريد كأنه أتى بالخطأ إلى هذا السويتش، فما راح يعني يولد ترافيك ويرسله إلى بورتات وهي أصلاً هاي البورتات ما تحتوي على جهاز بهذا العنوان. فأول ما يشتغل السويتش هذا الفوروردنج تيبل يكون فارغ، بعدين اوتوماتيكيا راح يبدي هذا السويتش هو راح يملي هذا التيبل الى ان يكون كل الاجهزه اللي مرتبطه بهذا السويتش راح تكون عناوينها موجوده، وراح يعرف السويتش على كل انترفيس عنوان الجهاز اللي مرتبط على هذا الانترفيس، وايضا ينطي الوقت اللي تكون بينه هذا الانتري داخل هذا التيبل. واضحه طلاب هذه خصائص السويتش؟ نعم. من ضمن الميزات الاخرى للبريدج او للسويتش هو انه السويتش والبريدج راح يقوم بعمليه الاكسس ميثود، يعني اذا كان هنالك داتا تنتقل عبر الشبكه السويتش راح ينتظر ما يرسل البيانات، اذا ما يتاكد انه هذا الوسط ما بينه داتا حتى ايش يتجنب انه يحصل كوليجن. فاذا راح يعمل كنترولينج على إرسال البيانات إلى الميديا. هذا الفيجر راح يوضح لي الفرق ما بين السويتش والهاب. لاحظوا شلون السويتش من تجينه بيانات من واحدة من البورتات، ف
فقط هيرسله الى البورت، مثلا من جانب من بورت اف الى سي، اذا تلاحظون فقط بورت سي هو اللي استلم هذه الداتا، وبقيه البورتات كلها ما فرورد هذه البيانات الى هذه البورت، بينما الهاب لا فرورد البيانات الى كل البورت. فهذا الفرق ما بين الهاب وما بين السويتش. واضح طلاب هذا؟ نعم أستاذ. هذا الفكر أيضا يوضح لنا السويتش أو البريدج. لاحظوا شنو البريدج، هو يتكون من تو بورتس فقط. هنا يعني عندي تو سيجمنتس مرتبطين بكوكسيال كيبل، كل سيجمنت بينه حاسبتين يرتبطون عن طريق البريدج. اذا تلاحظون بالفوردنج تيبل للبريدج اكو عندي اربعة عناوين، اللي هي عناوين هاي الحاسبات اللي مرتبطة بهذا البريدج، فراح يعرف انه من تجيني بيانات على هذا الادريس، راح يعرفون مرتبط هذا الجهاز على بورت رقم واحد او بورت رقم اثنين، حتى مباشرة يفورورد هذه البيانات الى هذا البورت. فنلاحظ انه البريدج يتعامل مع الطبقه الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير. شوفوا هنا لاير 1 ولاير 2، بينما بالهاب كان فقط مع اللاير 1. ايضا هذا الفيجر يوضح لي استخدام السويتش. هنا يتم استخدام سويتش واحد و 3 هابس لربط ثلاث بنايات. وانا ياخذ على سبيل المثال عندنا الالكتريكال انجينيرنج، يعني بنايه خاصه بالهندسه الكهربائيه، والكمبيوتر ساينس بنايه علوم الحاسوب، والسيستمز انجينيرنج اللي هو هندسه النظم. فكل بنايه يكون بها مجموعه من الحاسبات مرتبطين بهاب، وهاي الثري هابس راح ترتبط مع بعض عن طريق السويتش. فهون ممكن نقول كم كولجن دومين عندنا بهذه الشبكه. استاذ ما تقولي، لان هو ثلاثة اكو بس السويتش ما يعني يرجع الداتا، يعني يعبرها باتجاه واحد. نعم، يعني لكل بورت من السويتش راح يكون عبارة عن كوليجن دومين لوحده. فبما انه انا عندي 3 بورت لهذا السويتش، فنقول هنا لدينا 3 كوليجن دومينز. فالسويتش راح يقسم هذا الكوليجن دومين، لكن البرودكاست ما يقسمه. يعني اذا جانا برودكاست على السويتش، السويتش راح يمرر هذا البرودكاست الى كل الاجهزه. فراح نقول انه لدينا هنا برودكاست دومين واحد فقط، سنجل برودكاست دومين، ولدينا 3 كوليجن دومينز، لانه السويتش يقسم الكوليجن بس ما يقسم البرودكاست. واضح الطلاب هذه؟ واضح أستاذ. الآن ننتقل إلى الديفايس الآخر اللي هو من نوع الانترنت وركينج ديفايسز، اللي يربط شبكة مع شبكة، اللي هو الراوتر. طبعا الراوتر جهاز كلش مهم وجهاز متطور، راح يشتغل إلى حد النيتورك لاير، يعني بالفيزيكال والداتا لينك والنيتورك لاير. راح يتعامل مع الماك ادريس، ويتعامل أيضا مع الاي بي ادريس، لأن الاي بي موجود بالنيتورك لاير. وهو راح يتعامل ايضا مع الباكتس وليس مع الفريمز، طالما انه يتعامل بالنتورك لاير فيتعامل مع الباكتس. الراوتر ممكن يربط شبكات، مثلا شبكه لان مع شبكه وان، شبكتين لان مع بعض، وكل واحده منهم تستخدم يعني بروتوكولات مختلفه. هنا راح يكون يعني لدى الراوتر القدره على ربط هذا النوع من الشبكات. فاذا نجي نقارن الراوتر مع السويتش والبريدج، راح نشوف انه مثل ما ذكرنا انه السويتش والبريدج راح يعملون ايزوليت للكوليجن دومين. قلنا السويتش والبريدج يقسم الكوليجن دومين، لكن يعمل فورورد للبرودكاست مسج، يعني مثل ما ذكرنا انه ما راح يقسم البرودكاست. بينما الراوتر راح نشوف الميزه اللي موجوده بالراوتر، انه راح يعمل ايزوليت للكوليجن دومين والبرودكاست دومين. فاذا جاني برودكاست من واحده من البورتس مع
من الراوتر ما راح يمرره الى البورت الاخر. بنفس الحاله اذا جاء كوليجن ما يمرره الى البورت الاخر، فاذا الراوتر راح يقسم الكوليجن ويقسم البرودكاست، بينما البريدج والسويتش يقسم الكوليجن لكن ما يستطيع انه يقسم البرودكاست. فاذا هذه الميزه الموجوده بعده بالراوتر. الراوتر هاف مور ذان ون نتورك ادريس. طبعا هنا راح يكون عندي يعني ممكن يكون عندي اكثر من نتورك ادريس، لانه كل شبكه راح تكون يكون لديها نتورك ادريس خاص بها، راح نجي نتكلم عنها في يعني محاضره قادمه من ناخذ الادريسنج. فممكن انه الراوتر راح يتكون يحتوي داخله على اكثر من نتورك ادريس، اكثر من عنوان شبكه. وهذا العنوان اللي يعني يتعامل معه الراوتر هو نسميه احنا الجلوبال نتورك ادريس، اللي هو يعني الاي بي ادريس اللي يعني تحمله البيانات اللي ينتقل عبر شبكه الانترنت، وليس لوكال ادريس اللي هو الماك ادريس. الماك ادريس ضمن نفس الشبكه ممكن نتعامل معانه، لكن من نحتاج انه ننقل بياناتنا الى جهاز شبكه اخرى، هنا راح يكون التعامل مع جلوبال اي بي ادريس، واللي هو احنا نسمينه بالنتورك لاير ادريس اللي هو الاي بي. طبعا الراوترز ايضا ممكن انه يعني يحصل كوميونيكيشن ما بين راوتر وراوتر اخر، يعملون اكستشينج للراوتنج انفورميشن، حتى كل راوتر يعرف الاجهزه اللي مرتبطه مثلا عندي راوترين، كل راوتر مرتبطه بين مجموعه من الاجهزه، فكل راوتر يعلم الراوتر الاخر بالاجهزه اللي مرتبطه بينه، حتى هذا الراوتر من تجيني بيانات يعرف وين يوجه هذه البيانات، يوجهها الى الراوتر اللي فعلا مرتبطه بينه هذه الاجهزه. لانه ممكن يكون عندي يعني راوتر مرتبط بينه مثلا بينه 10 بورتات، فمن تجي بيانات من بورت وين راح يفرود هذه البيانات؟ راح يشيك ايضا اكو عنده تيبل نسمينه راوتنج تيبل، راح يشوف هذه البيانات ديستنيشن ادريس وين على اي بورت موجود، راح يوجه الى هذا البورت ويمنع انتقال هذه البيانات الى البورتس الاخرى. وهذه راح تتم عن طريق الجوريثم تسمى بالراوتنج الجوريثم، هو اللي راح يقوم بهذا الغرض حتى يعمل فوروردنج الى الديستنيشن الصحيح. طبعا ايضا نفس حال يعني الراوتر اذا استلم ترافيك وكان هذا الترافيك الديستنيشن ما موجود عنده براوتنج تيبل، ايضا راح يعمل ديسكارد، يهمل هذا الترافيك وما يعمله فورورد، يعتبر لانه كانه هذا الترافيك يعني موجه الى جهاز ما موجود عنده، ما مرتبط عنده في هذا الراوتر. واضحه طلاب هذه؟ واضح استاذ. الان نلاحظ هذا الفيجر، عندنا 3 راوترز. اذا لاحظ الراوتر الاول عندنا 3 لانس مرتبطه بهذا الراوتر، وهاي الشبكات لان يربطهم بشبكه وان، فهذا كانه الراوتر عليه يربط هذه الشبكات بشبكه الانترنت، فممكن هاي الثري نتوركس راح يربطهم بشبكه وان. بعدين الراوتر الثاني ايضا عنده شبكه لان مرتبطه ب راوتر اخر، فبهذا الشكل راح تكون كل هذه الراوترز مرتبطه. واذا كان لدينا نريد نصل الى شبكه الانترنت، فراح نربط هاي الراوترز كلها براوتر اللي وصلنا الى شبكه الانترنت، اللي هو ممكن الراوتر الاخير اللي مرتبط بشبكه لان يقول تو ذا ريست اوف ذا انترنت، فراح يكون مصدر الانترنت من الراوتر اللي موجود بالجهه اليمنى، وراح يوصل الانترنت الى كل هذه الاجهزه اللي مرتبطه بهذه الراوترز. هنا ايضا نفس الفيجر اللي كان مستخدم بينه السويتش، واللي كان لدينا بينه 3 لانس. حاليا هاي الشبكات الثلاثه اذا نريد نربطهم بشبكه انترنت، فقط انه هذا السويتش راح نربطه براوتر، وهذا الراوتر راح يرتبط بشبكه الانترنت. فاذا حتى نربط الشبكه مالتنا بشبكه الانترنت اصبح عندي ربط لاكثر من شبكه، فهنا نحتاج الى الراوتر. بينما اذا كان عندي فقط اتصالات داخليه ضمن هذه الشبكات الثلاثة، ممكن انه فقط السويتش يفي بالغرض. لكن من نريد نربط هذه الأجهزة
لشبكة الإنترنت هنا نحتاج إلى الراوتر. الراوتر هو اللي يربط هاي الشبكة مع شبكة الإنترنت. واضحة هذه حكم؟ استاذي والله الآن راح ناخذ بعض الأمثلة، أريد يعني أنت من تعطوني الحل. نريد نعرف كم كولوجين دومين وكم برودكاست دومين في كل واحدة من هذه الفيجرز اللي موجودة أمامنا. فهسه الفيجر الأول استاذ عندنا سويتش وتو هابس وحاسبات، نريد نعرف كم كولوجين دومين وكم برودكاست دومين. نعم تفضل. أكم ساعات قلنا السويتش والبريدج يقسمون الكولاجين ولكن ما يقسمون البورد كاست. يعني عندي اثنين هوني كولاجين نعم وعندي واحد بورد كاست. نعم هذه إجابة حكم. طيب بعد ريم ايش تكون إجابتك؟ أستاذ نفس الإجابة. نعم يعني راح يكون عندي two collision domains و single broadcast domain. أستاذ نعم بعدك واحد عنده إجابة أخرى؟ نعم إجابتكم صحيحة. عندنا السويتش بين بورتين، فإذا two collision domains و single broadcast domain. هسه ننتقل إلى هذا الفيجر الآخر. إيش راح يكون عندنا هوني؟ نعم ريم. أستاذ سينجل للاثنين الكولاجين والبريدكاست. نعم جيد. بما انه ما عندي سويتش وما عندي راوتر، فاذا هي سنجل كولاجين دومين وسنجل برودكاست دومين. بس ننتقل الى هذا الفيجر. كان ايضا سنجل سنجل كولاجين دومين. ايه وكم برودكاست؟ اثنين عندي. بعد اجابات اخرى؟ لا استاذ سنجل برودكاست المفروض. قصاي تقول سنجل برودكاست، كم كولاجين؟ واحد استاذ. واحد بعد. وين بقيت الطلاب يشاركون؟ ريم ايش تقولين؟ استاذ اثنين ام سنجل. هسه كم كولجين دومين عندنا هوني؟ استاذ واحد. ليش واحد؟ استاذ لان عندنا هب واحد. سويتش. ما عندنا سويتش. ما عندنا هب واحد. احنا ما عندنا سويتش هوني، قلنا السويتش كل بورت بالسويتش هو عبارة عن كولجين دومين. فالسويتش البورت يعني أربعة استاذ؟ نعم اللي يرتبط مع اول حاسبه هذا كولوجين دومين واحد، مع ثاني حاسبه كولوجين دومين، بعدين مع السيرفر كولوجين ومع الهاب كولوجين. وهوني عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه فور كولوجين دومينز. والبرودكاست بما انه ما عندي راوتر فاذا هي كلها تعتبر سنجل برودكاست دومين. زين هسه حاليا لو الهاب الثاني خلينا نعمل السويتش بدل الهاب، اصلا راح يصير عندي كم كولوجين؟ يعني صار عندي تو سويتشز بدون هاب. سبعة. نعم قصي يقول سبعة. بعد أكو إجابة أخرى؟ إيش تاع سبعة؟ سبعة جيد، لأنه عندي السويتش الأول راح يكون بينه ثلاثة، والبورت اللي يربط السويتش الأول مع السويتش الثاني هذا يعتبر كولجين بس هون أربعة. بعدين السويتش الثاني راح يكون بينه ثلاث حاسبات، فإذا إضافة عليهم ثلاثة فصاروا سبعة كولجين دومين، يبقى البرودكاست دومين هو سنجل برودكاست دومين. بس هذا الفيجر الاخر هون عندنا راوتر، اشرح يكون عندنا كم كولجين دومين وكم برودكاست دومين. اربعة كولجين واثنين برودكاست. نعم اكو اجابة اخرى بعد؟ لا استاذ نفس الاجابة. كم كولجين؟ اربعة. وكم برودكاست؟ هون عندي اثنين لان الراوتر راح يفصل يعني يعزل. بعد
ماكو إجابة أخرى؟ زين الراوتر يقسم الكولج ولا ما يقسم؟ يقسم استاذ. زين إذا يقسم معناتها الحل ما صحيح، ما تمام؟ خمسة يطلع لك. خمسة راح يكون عندنا، لأنه الحاسبة اللي مرتبطة بالراوتر راح تكون هذه كولجن دومين بوحده، بعدين البورت يرتبط مع السويتش، الراوتر مع السويتش هذا كولجن دومين، والحاسبتين والسيرفر كل واحدة منهم كولجن، فيصير عندي خمسة كولجن دومين و 2 برودكاست دومينز. فإذا لا تنسون دائما الراوتر هو يقسم الكولجن ويقسم البرودكاست، ما يقسم فقط البرودكاست. تمام استاذ. واضحة الطلاب هذه؟ عشان قسمناها؟ واضحة استاذ. إذا ما واضحة ترجع عيدها. أيضا يعني أنت أتوقع أنه يجيك مثلا سؤال بالامتحان، يعني أجيب لكم فيجر وأطلب من عندكم كم كولجن دومين وكم برودكاست دومين بهذا الفيجر، فيعني بس مجرد أن تفهمون تقسيم الكولجن والبرودكاست فأي سؤال راح يجيكم أنتم راح تحلونه بكل سهولة. إلى حد هون إحنا نكون قد أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم. إذا أكو أحد عنده سؤال أو استفسار حول المحاضرة نسمع منكم. بالنسبة لامتحانات المد بلغوكم بموعد معين؟ امتحانات المد هي حسب الاجتماع الأخير إنه ماكو مد، حسب تقييم الأستاذ اللي يريد يعمل مد راح نتفق إحنا من جماعة المؤيدين للمد. لو يعني أنا أحملكم امتحان بس راح أشوف شلون راح تكون الامتحانات بالنسبة للمادة الإلكترونية حسب التعليمات اللي جت، هل راح يعني يكون امتحان الكتروني لو امتحان حضوري، حتى على اساس ان شاء الله نعملكم امتحان. يعني احنا تقريبا هون اخذنا يعني جزء لا قليل من الماده، ممكن انه نعمل امتحان، خلينا يعني ناخذ محاضره الاخ ان شاء الله ونقرر بعدها ان شاء الله اليه الامتحان. تمام ان شاء الله. بس بغيت من عندكم انه تقرون حتى لا يعني تتراكم عليكم الماده، وبعدين اذا جت التعليمات انه امتحان حضوري راح يعني يكون شويه عبء عليكم كبير، فحسبوا حساب انتم يعني تقرون الماده حتى اذا كان حضوري او الكتروني انتم ما عندكم مشكله، بس فقط اخذ الحضور مالتكم، اللي اخذ الحضور مالته يقدر يغادر.